الحمد لله الذي أمر أهل الإيمان بحفظ الأيمان، توعد الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بالعذاب الأليم والخسران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحث عباده على الالتزام بالصدق ويعدهم عليه الثواب الجزيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن شأن اليمين عند الله عظيم، وخطر التساهل بها جسيم. فليست اليمين مجرد كلمة تمر على اللسان، لكنها عهد وميثاق يجب أن يوفى حقه وينتهى عند حده. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد لا تحلفوا، فيكون معنى الآية على هذا هو النهي عن الحلف. فلا ينبغي للإنسان التسرع باليمين إلا عند الحاجة، فإن كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالمحلوف به وعدم تعظيمه. وكثرة الحلف من صفات المنافقين والكفار. ولا تطع كل حلاف مهين، فنهى نبيه عن طاعة الحلاف وهو كثرة الحلف، وقال عن المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا الأيمان وقاية يتقون بها ما يكرهون، ويخدعون بها المؤمنين ومن قبلهم ومن قبلهم حلف إبليس لآدم وزوجه ليخدعهما باليمين. قال الله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم لهما أنه يريد لهما النصح والمصلحة، فدلاهما بغرور، أي خدعهما بذلك القسم وأوقعهما في المعصية والمصيبة. عباد الله، ومن الاستخفاف باليمين أن تتخذ وسيلة لترويج السلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلع، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. ومعناه أن يحلف صاحب السلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كاذب في ذلك، إنما يريد التغرير بالمشتري ليصدقه بموجب اليمين، فيكون هذا الحالف عاصيا لله، آخذا للزيادة بغير حق، فيعاقبه الله بمحق البركة من كسبه، وربما بتأب وربما يتلف الله ماله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. عباد الله، وقد يتساهل بعض الناس أو كثير منهم بالأيمان في مجال الخصومات والتقاضي، فيحلف الخصم ليكسب القضية ويتغلب على خصمه بالباطل دون مبالاة بحرمة اليمين والجرأة على رب العالمين. واسمعوا ما ورد في حق هذا من الوعيد الشديد: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولا
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وروى الإمام أحمد والنسائي أن رجلا من كندة يقال له امرؤ القيس خاصم رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وروى البخاري في صحيحه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: قلت: يا رسول الله، وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. ومن الأيمان المنهي عنها الأيمان التي يحلف بها المسلم ليمتنع بها من فعل الخيرات. قال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم وتتصدقوا على المساكين والمحتاجين. وإذا حلف الإنسان على ألا يفعل الخير فإنه يشرع له أن ينقض يمينه ويفعل بها ويفعل ما حلف على تركه ويكفر عن يمينه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والصلة وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، وذلك بأن يدعي أحد